أعزائي المشاغبين الكوزينيين، حلقة جديدة غيبة ونميمة. أنا بقعد بفر في الفيسبوك كده وعندي كام صفحة جزائرية بشوف اللي عليها تفاعل كتير، بدخل عليها بقرأ في التعليقات، بقرأ النكت اللي فيها لأنه التعليقات بيبقى معظمها نكت، بتعلم منها الدرجة الجزائرية. في بوست لقيت عليه تفاعل كبير، تكتكر جزائرية، توك توك ايه؟ تيك توكر، احنا هنا معروف حدنا التوك توك، فتلاقي التيك توك داخل في التوك توك. المهم عشان مش ادوشكم معايا، توك توك تيك توكر جزائرية اسمها البت كارولين، عملت لايف وبتقول المتابعين ان هي نفسها ترجع الجزائر. مش مشكلة، كل الناس بتلف تلف وترجع على بلدها. الخبر الثاني بتقول لهم اقدر اشري اي بيت في الجزائر. طب عندك شمعة داري عليها عشان تجيب، انما كده هتولع فيك. المهم دخلت في التعليقات، جريت شويه، قلت لا ده مش هينفع اضحك لوحدي، لازم نضحك كلنا. نبيل بيقول لها بصح ما تقدريش تشري بلاصه في الجنه. ليه يا عم سمير؟ ده هي هتشري بيت هتدفع دم قلبها، انما انت تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، ليك نخله في الجنه. شوف بقى لو قلت لك كده 1000 مره في اليوم يا عم سمير، ده انت هتاخد نص الجنه على حساب. وبعدين اي حاجه هنا في الدنيا بفلوس، انما الجنه بتاخدها ببلاش، انت بس شغل دماغك. الحتشكور بيقول لها بجهازك التناسلي تقدر تشري اي حاجه. ليه يا عم الحتشكور؟ هو جهاز تناسلي ولا فيزا كارد؟ طب ما انا عندي جهاز تناسلي مش مستخدمه اصلا، كل الناس كل واحد عنده جهاز تناسلي، احنا مش عارفين نعمل بيه حاجه، هنروح نشري بيه ازاي؟ سهيله بتقول انا لسه صاحيه من النوم، كي نشرب القهوه نهدر. وانا بقول لك يا سهيله انا بضم صوتي الى صوتك، اعملي لي معاكي، انت تعملي واحد قهوه اعملي لي انا 10، القهوه بتاعتكم مش بتنفع معايا، الكوبايه كده ولا الفنجان كده في نقطتين، احنا هنا بنشرب قهوة، انتوا حداكم نقطتين قهوة. مو عمران خالد قال كلام تاني على نفس الوزن، بيقول لها وانا برضو نقدر نشري اي طاقوس في اي بلاصة في الجزائر. يعني هو شال من الجملة بيت وحط مكانها طاقوس. امكانيات عزيزي المشاهد، فرق في الامكانيات، واحد يقدر يشري بيت في اي مكان والتاني يقدر يشري سندوتش في اي مكان. اتنين سميرة دخلوا عليها ورا بعض، سميرة الاولانية بتقول لها يعني ويش نديرو، نبدا نحوش لك على بيت من دلوقتي ولا ايه؟ وعلى ما يبدو ان سميرة الاولانية خايفة على الجزائر من البيت كارولين. اما سميرة التانية فعلى العكس، بتقول دعوة شر وطيرة لحقتها راح ترجع للجزائر. وعلى ما يبدو انه سميرة التانية خايفة على البيت كارولين من الجزائر. وانا من هنا من قلب الكوزينة بوجه خطابي سميرة التانية، الجزائر هو حد طايل؟ ده الفيزا بتاعتكو كانت ب 20 دولار، خليتوها ب 100 دولار، ده احنا عاوزين موافقة من مجلس الامن علشان نروح الجزائر. حساب اسمه صديقات المفضلات بيقول بصح تستطيعين شراء كل شيء الا الشرف، وكما قال الممثل المصري القدير احسن من الشرف مفيش. محمد امين بيقول ربنا يبعد علينا هذا الجنابه، ريحي تم تيجي للجزائر ربنا يصيبنا بابتلاء ولا كارثه طبيعيه. ليه يا عم الحاج؟ هي تسونامي داخل عليك؟ دي البنت كارولين. واحده اسمها جانا كاتبه في التعليقات لجيه الحلابين برك، انا برضو الكلمه دي مضايقاني مش فاهمها، كل حتى في ناس بتكتبها لي انا في تعليقاتي على اليوتيوب حلابين حلاب المهم الموضوع في حل، فانتوا اكتبوا لي في التعليقات هي تقصد ايه. حساب اسمه منال بوعلام بتقول واحنا وش دخلنا برك، يعني احنا ايه اللي دخلنا في الموضوع؟ وانا من هنا من قلب الكوزينه بوجه خطابي لمنال بوعلام، تسلم لي على عمي حمود بوعلام. والله الواحد ياما بلبع بس ما شربش احسن من حمود بوعلام بالليمون. واحد كوري داخل يستغل الموقف ويبيع الشقه بتاعته، بيقول راني نبيع في اف 3 في واحد بلديه منسيه في ولايه طياره، سوما تعجلايل يعني مش هتدفع كتير، شقه رخيصه يعني. حساب اسمه زينب بيقول لها مرحبا بيكي في بلادك، وانا من هنا برضو بضم صوتي لصوت زينب ولكل المتابعين والمشاهدين، احنا بس نعرف فيها تروح تشتري فين، وهناخد كل المتابعين اللي عندي واللي حداها ونروح نقعد معاها في نفس ذات الشقه. وطبعا احنا الكل في الاسلام لينا حق الضيافه 3 ايام، احنا هنقعد معاها 30 سنه، احنا هنخليها ترجع مطرح ما جت بالطريقه. يوسف ادم بيقول ربنا يصبر جيرانها، يا رب ما تيجي تسكن حدانا. الناس بتكتب في التعليقات من باب ان هم كانوا مجاورينها قبل كده فعارفين ان هي جيرتها سوء، فبيتمنوا ان هي ما تجاورهمش تاني. اما اخر تعليق معانا فام تالا بتقول هادي عندها هدف تفسد بناتنا، وانا الصراحه عمري ما اتفرجت عليها عشان اقول هي بتفسد ولا بتصلح، يعني هي الحلقه كلها غايبه ونميمه اه، لكن مش هتبقى غايبه ونميمه وشهاده زور كمان. بس الا هنا عزيزي المشاغب الجميل تبقى انتهت حلقتنا اللي كلها غايبه ونميمه دي من قلب الكوزينه. اي نعم الدنيا خربانه مكركبه، بس معلش هنظبط الدنيا بعد 30 سنه ولا حاجه ان شاء الله. لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وتابعوا، مش عاوز منكم اكتر من كده. سلام عليكم.